هذا قرار محمود، ولكن يبقى تطبيق القرار في رأيي الشخصي أن أبو مازن وبتركيبة أوسلو لا يستطيع بالمرة، وليس من مصلحة الشعب الفلسطيني حتى، رغم أنني معارض لأوسلو تطبيق هذه القرارات. إنني أدعو سيادة الرئيس الآن نسيان كل شيء يتعلق بصفقة القرن. الشعب الفلسطيني قادر على المواجهة، إننا نطالبه بالذهاب فورا إلى جمع بيت الشمل، لم الشمل الفلسطيني وترميم البيت الفلسطيني بكل مكوناته في الداخل والخارج، واختيار قيادة جديدة هي تحدد شكل العلاقة المستقبلية مع الكيان الصهيوني. بكل صراحة القرار كان صائب جدا وهام جدا، وياريت كان القرار هذا يعني انحكى فيه زمان وتنفذ زمان. مفروض قرار زي هيك اتخذ من فترة، من بعد حتى أوسلو مباشرة، لأنه من يوم أوسلو لحتى الآن ما شفناش خير في الدنيا هذه، في غزة وفي الضفة الغربية. هذا شيء. ثاني شيء، على القيادة الفلسطينية وأولها وعلى رأسها أبو مازن، يفترض أن يكون ذات يعني قرار حكيم وقرار صائب. اللي أخذ القرار هذا كان قادر يتخذ هذا القرار من سنين فاتت. القرارات قوية وقرارات حازمة، ونتمنى أنه يكون في قرارات لسه كمان أقوى من هيك، لأن احنا بندعم الرئيس. احنا كل القرارات اللي بتساعد أنه المواطن الفلسطيني يأخذ حقوقه كاملة، يعني بكفي عربدي، يعني بكفي التغول على الأراضي الفلسطينية. طبعا قرارات جيدة، كمواطنين أو كنفسي أنا بدعمها، ونرجو أنها طبعا تتطبق على أرض الواقع. قرارات الرئيس كخطوة أولية ممتازة، بس بدنا أهم شيء تنفيذ على أرض الواقع. والتنفيذ على أرض الواقع الرئيس لحاله ما له حيلة، ما نضحكش على حالنا. الانقسام هو اللي أسس، هو اللي يعني اللي دمر البلد كلهيته. الانقسام هو اللي دمر البلد. نطالب بداية بوقف كافة التنسيقات الأمنية، بوقف كافة الاتفاقيات، تكون الإيقاف فعليا على أرض الأرض، على فعين على أرض الواقع وليس على الورق أو حبرا على ورق. يكون تنفيذ هذا الإيقاف تنفيذ فعلي. الانقسام المفروض أنه ينتهي بهذه المرحلة، أو أقل ما فيها يعني نبني على هذا الخطوة خطوات أخرى كبيرة، ولازم كل الفصائل تدعمه. هذه دعوة ربما تكون الأخيرة في حقبة أبو مازن. اذهب إلى جمع ولم البيت الفلسطيني فورا وبدون تأخير. هذا هو التحدي الحقيقي للشعب الفلسطيني الآن. أما فيما يتعلق بقرارات صفقة القرن فهذا لا يعنيني بشيء. المواجهة قادمة وحتما سننتصر. هذه القرارات، الفصل ما بين الفصائل وما بين حماس وفتح بالذات، أثرت تأثير مباشر على قضيتنا الفلسطينية. قضية الفلسطينية هي لب الجوهر الفلسطيني. يجب على كل الفصائل كلها تنتبه لهذه القرارات. خسرنا كثير وفقدنا حاجات كثيرة، من إيش كل الطمع والجشع واللي صار بيننا إحنا. ويفترض إن نتفق ونرجع لبعضنا ونصير أكثر من أول. إحنا في حاجة إلى تحابب وتضارب ومحبة أكثر ما إننا نكون بالأول. على المستوى العام تبعنا أنا كابن الشارع، أنا زلم الغلبان البسيط، إيش بدي أشوف؟ أشوف القيادات بعد بتتنازع كيف حيكونوا كلهم مضعاف. وضع عيب عليهم اساسا على فتح حماس. لازم يكون ايد واحده ضد العدوان وضد اليهود ضد الامريكان. ولا ايش استفدنا احنا من اوسلو؟ استفدنا من انتفاضه 89؟ ما كان ضلينا مع اليهود وخلصنا وريحنا حالنا. لازم يقفوا وقفه مع بعض. وانا مع قرارات ابو مازن برجع بقول، ومع قرارات حماس اذا هي في الصالح العام.